مرحبا فيكم في آخر سكشن من سكاشن ماشين ليرنينج. في هذا الجزء أو بعد ما إحنا شفنا مع بعضنا كيف بنينا مجموعة كبيرة من الماشين ليرنينج مودلز، سواء في الكلاسترينج، سواء في الكلاسيفيكيشن، سواء في الريجريشن، وحتى لما كنا بنبني في المودلز الخاصة بالديب ليرنينج في الارتيفيشال نيورال نتورك وفي الكونفولوشنال نيورال نتورك، ولما بنينا موديل خاص بالان ال بي. طبعا واحنا بنبني في المودلز هاي اكيد كانت في اسئله بتطلع لبالكم، انه مثلا كيف نتعامل مع البايز فارينس اللي بتظهر عندي وانا ببني في الموديل، كيف احسن اعمل ايفالويتنج للبرفورمانس، هل هي الايفالويتنج للبرفورمانس الطريقه اللي عملناها هي الطريقه الوحيده او في طرق تانية اكثر جداره منها، كيف ممكن احنا نستخدم الـ Optimal Values كبارامتر واحنا بنضيفهم لحتى نخلي الموديل يعمل Learning، شو افضل موديل ممكن انا استخدمه لاطبق البزنس بروبلم او اطبقها على البزنس بروبلم تبعي. هاي الاسئله وغيرها رح نجاوب عليها خلال هذا السكشن من خلال تقنيات ومن خلال اكواد ومن خلال كمان طريقه التفكير. رح نحكي خلال الفيديوز اللي جايين كيف بنفكر واحنا بنتعامل مع الداتا سيت، كيف نتعامل مع البزنس بروبلم اللي بتظهر عندي لحتى اقدر احدد شو هو الموديل اللي انا هستخدمه، كيف اميز شو هي البارامتر اللي انا هستخدمها، هل ممكن يكون في evaluating performance احسن، هل ممكن انا اعمل improvement على موضوع البرفورمانس الخاص بالمودلز اللي بجهزهم. طبعا رح نشمل خلال هذا الموضوع او الجزئية هذه حتكون جزئية الموديل selection. في الموديل selection رح نتناول تنتين من التقنيات المهمين في عملية التعامل مع الأداء الموديل في الماشين ليرنينج. التقنية الأولى هي الـ K-Fold Cross Validation، والطريقة الثانية الـ Grid Search. الـ K-Fold Cross Validation هي طريقة لحتى إحنا نعمل Evaluating على موضوع الموديل، والجريد سيرش بتعمل امبروف على هذا البرفورمانس. يعني احنا بنشتغل في هاي الحالة على موضوع البرفورمانس الخاص بالموديل، كيف احنا نعمل ايفالويت لإله وبعدين كيف نعمل امبروفمنت. رح نشوف طريقة تانية مختلفة لحتى نعمل ايفالويت لإله غير الطريقة اللي كنا نحن نتعامل فيها، اللي هي بس نحن نطبق الموديل تبعنا على اكس ترين واي ترين ونشوف شو النتيجة اللي بتطلع. طبعا بعد كده رح نتناول موضوع كتير مهم، هو موضوع الـ XG Boosting. هو موضوع حديث جدا في الماشين ليرنينج موديل، يعتبر انسان بالموديل تماما زي راندوم فورست اللي كنا بنتناولها سابقا. هذا الموديل يعتبر من الباورفول ماشين ليرنينج مودلز، كتير صار مشهور حاليا بين الداتا ساينتست وبين الماشين ليرنينج انجينير. الاكس جي بوست هذا رح نتناوله برضو بخطوات ما بين البايثون وما بين الار ستوديو، رح نشوف كيف نطبقه وشو الفائدة منه وهل الاكيوريسي بتاعته نقارنها بين الاكيوريسي اللي ظهرت معنا خلال المودلز اللي راحوا وما بين المودلز او بين وبينه هو كتطبيق لإله، شو ممكن تطلع اكيوريسي او كيف البرفورمانس تبعه للاكس جي بوستنج. الاكس جي بوستنج رح يكون كتير سهل، خصوصا انه احنا تعاملنا كتير سابقا مع كذا موديلز، تعرفنا فيهم بالتفصيل على اداء كل واحد فيهم وقدرنا نميز كل موديلز، خصوصا انه بعد ما نكون عارفين هالقد كيف نميز شو الموديل اللي هنستخدمه في البروبلمز الموجودة معي وكيف احصل على نتائج منيحة. رح يجي الاكس جي بوستنج كطريقة لحتى انه احنا نشوف كيف بيكون الشغل من خلال برضو تطبيق تاني لموضوع الإنسان بالموديل، خصوصا أنه الإنسان بالموديل ناقشناها كالراندوم فورست اللي هو بيتحاول يبني أو ياخذ كذا، يحاول ياخذ كذا موديل أو يتعامل مع كذا موديل داخل موديل واحد، لأنه لو شفنا في الراندوم فورست هي عبارة عن كذا ديسيشن تري مع بعضها كانت بتشتغل بنفس الوقت. موضوع الإكس جي بوستينج مثل الراندوم فورست تماما بيحتوي على مودلز مختلفين
وهو بيشتغل كإنسامبل. لما نوصل هاي الخطوة رح نتعمق أكتر في الموضوع ونعرف مين هو أو مين هم، شو الطريقة اللي بيستخدمها من جوا لحتى نفهم أكتر عن موضوع الـ XG Boosting وكيف نطبقه على الداتا ست تبعتنا.